الحقيقة اللي كان بيميز في الفترة اللي فاتت إعلامي أو حد بيطلع في قناة أو حد بيعمل برنامج إن هو كان عنده منبر بيقول صوت من خلاله. دلوقتي كل الناس عندها الصوت ده، كل الناس بتطلع تعمل فيديوهات في أي وقت. فالحقيقة يعني إيه، أنا حاسة إن الدور قل، ولكن بقى في منافسة شديدة شديدة في المشاهدة، وجمهورك اللي من زمان بس هو اللي بيتفرج عليك. لكن عشان تعرف تواكب كل اللي بيحصل ده، من لبس، من أكل، من نزول، من أماكن، من صعبة قوي 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 قوي. أكتر فيديوهات بتعمل ملايين هي فيديوهات الأكل. هتقولي يعني أنت عاملة الفيديو ده عشان تعملي مشاهدة؟ لا، أنا عايزة أجرب. يعني دلوقتي في ناس كل شغلانتها انها تجيب اكل وتقعد تاكل وتعمل ملايين المشاهدات. وبقى ارجع تاني واقول، طب لما بيجي اليوم يعدي هما بيحسوا ان هما اضافوا ايه او عملوا ايه في حياتهم او ايه الكارير بتاعهم؟ او ان انا افضل اكل قدام الناس وما بيكلموش ولا كلمه على فكره. وبصوا، عشان الواحد يتعلم ان هو ما يتريقش ولا ينتقد حد، انا بقى ما بتفرجش غير على فيديوهات الاكل دي. يعني لما ببقى استرست او متعصبه او كده، اروح فاتحه فيديو لواحده صينيه حاطه مثلا راس خروف قدامها. اول مره في حياتي اعرف ان راس الخروف العينين بتاعتها بتتاكل، بياكلوا الجلد بتاع الراس عادي، بياكلوا الدهن عادي، وتلاقي البنت قاعده رفيعه جدا وتفضل تاكل حبات توم بعديها، الظاهر عشان شرايين القلب ولا ايه. فالنهارده بعد ما رمضان عدى، فكرت اعمل فيديو اكل، اشوف ازاي ممكن الواحد يقعد قدام الشاشه ياكل وبس. خصوصا ان انا بعد ما اكل هقول لكم ان انا خبر سعيد جدا ما بيقصش المقص، ان انا خسيت 3 كيلو او 4 كيلو في رمضان، وده كله بفضل الفريق الطبي. وليه خسيت 4 كيلو بس؟ عشان انا مش مليانه او ما عنديش شحم كفايه. مش حاجه عايز تقطع في السيخ. في السيخ مش عايز تقطع. جبت كل الاسلحه اللي في البيت يا بنتي. ايوه خلاص اهو، الحمد لله الحمد لله. المهم ان انا بعد ما خسيت الاربعة كيلو دول، يقال ان اكلة الفسيخ دي بتطلع 2-3 كيلو. فانا استأذنت الفريق الطبي ان انا اكل الفسيخة دي بكل اريحية، ثم ابتدي تاني الاسبوع ده، لان انا بثبت معهم دلوقتي. طبعا كل الناس ما سمعتش كلامي، انا قلت كلموا الفريق الطبي في رمضان عشان تطلعوا من رمضان مش في الوضع اللي انتوا فيه دلوقتي. يعني انا متاكده 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 ان كل واحد فيكم دلوقتي بيعاني، اللي تخن 5 كيلو واللي تخن 6 كيلو واللي تخن 10 كيلو واللي كان عامل ريجيم وتخن اللي هو خسه. قدامك بالظبط على الصيف وعلى التصيف وعلى عدم المدارية بكتير شهر. وفي الشهر ده الفريق الطبي تعهد ان هو يخسس من 10-12 كيلو. على فكرة لما بطلع اتكلم عن الفريق الطبي بتكلم بمنتهى الثقة، لان عمر ما حد قال لي ان اللي انا قلته ما حصلش او اللي انا قلته ما عملش. يا سلام، بص 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 يا محب، رهيب. بس اوحش حاجه لما يبقى مصور بيصورك عين في الاكل، دي بتبقى وانت كمان والصوت، يعني المصور والصوت عينهم في اللي انت بتاكله، فما بتبقاش عارف تعمل ايه. بس انا ريقي بيجري، انا كمان
احنا بنصور من امبارح يا جماعه وما اكلناش اي حاجه، فهم دلوقتي بيتعشموا ان انا اسيب لهم بقيه الفسيخه بعد ما اكل، وانا مش هعمل كده، انا هاكلها كلها وبعدين اكلم الفريق الطبي اعيط. عايز اعرف بقى الفيديوهات اللي الناس بتعملها وبتبقى يعني، انا ابني لوحده بيبص لي دلوقتي عيني مجنونه ان انا باكل سمكه نيه، بس ما جبتش بصل. كيتو ممكن تقول لها تجيب اونيون؟ غير بصل ما ينفعش. بس برافو والله، في سيخ ده من عند شاهين، مش بعمل اعلان بس انا بحبه بصراحه بحترمه. يعني تطلع الواحده في فيديو تبقى تاكل كده وبص الكاميرا كده بالظبط. فيديو 10 دقايق او ربع ساعه ولا كلمه، ما اقدرش اقلب الفيديو ولا اقدر اغيره. بصوا بصوا في سيخه انا بحب ملحمه ازاي. انزل، لا انا بوري الناس مش بوريك انت، يعني انزل بالكاميرا. وبعدين انا عايزه بجد بجد اكلمكم في موضوع مهم قوي، وهو موضوع ان احنا نخلي بالنا من نفسنا. ده يعني الناس كلها مثلا بتقعد تقول ايه خلقه ربنا وكل واحد يرضى بحاله وبتاع، خلقه ربنا محدش يجي جنبها خالص خالص، ولا انا والله جيت جنب خلقه ربنا. ماشي هات انا هقشرها، بس مش هغسلها. معقوله اقشر بصل على التلفزيون؟ ماشي. بصوا بقى الناس الصينيين بيعملوا ايه، يبقوا ماسكين حاطه ربنا البصله كده، تروح ايه مثلا واكله كده كده مثلا، تروح واخده البصله كده واكلها زي التفاحه زي التفاحه. ما في زي زي ما انا عملت كده، بس صعبة قوي. المهم ان انا عايز اكلمكم في حاجة نمنعها وانا بعملها. يعني ايه؟ عايزين نبص للاكل على انه متعة وان احنا بنستمتع بيها، بس لما تيجي الحاجة اللي بنستمتع بيها تيجي انها تضرنا لازم نوقفها. يعني انا زي ما بقول لكم نرجع لموضوعنا، مش حد يغير في خلقه ربنا، كل واحد يرضى بحاله بشكله، اسمر يرضى ابيض يرضى. لكن لو وشك باظ من خسيتي ورفعتي كتير، لو جسمك باظ من انك اكلتي كتير، كل ده لازم يتصلح، يتصلح باي طريقه ما. انا حظي وحش ان انا يعني اتشوهت لاني اخترت غلط، لكن هو حلو ان الواحد يعيش جميل وصغير بخلقة ربنا. النهاردة انا عايزة كل الناس كل الناس كل الناس تعرف ان انت لو ما حبيتيش نفسك محدش هيحبك، وده كلام مش انشا على فكرة. لو انت ما خليتيش بالك، اعتبرتي ان كل حتة فيكي او كل حتة فيك بتاعتك وبتحبها، بتحب دراعك، بتحب بشرتك، بتحب شكلك، بتحب اكيد الكبد بتاعك متأذي ان عليه دهون، اكيد قلبك مش مبسوط وهو بيضخ دم بطريقه سريعه جدا 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 عشان يبقى ماشي مع حجمك، اكيد شرايينك مش مبسوطه وهي مترصب عليها كميه دهون رهيبه، اكيد جسمك زعلان منك غير شكلك او شكلك. ليه؟ انا عايز اعرف ليه يبقى عندنا فرصه ان احنا نعيش حياتنا شكلنا حلو وبنلبس وبنروح وبنيجي وبناكل برضو. الميزه في الفريق الطبي انك بتاكل، ما بيقولكش كل فراخ مشويه وسلطه، ما بيقولكش كل زبادي، لا بينظم لك اكلك وبتاكل كل حاجه. يعني تقدر تتعزم تاكل، تقدر تخرج تاكل، تقدر تاكل فسيخ، تقدر تاكل شوكولاته، تقدر تاكل كل حاجه. وبعد ما بتخلص الرجيم مع الفريق الطبي بتثبت، وبعد ما بتثبت في ناس بتقعد 4 سنين و5 سنين ما بترجعش تاني، زي ما انا بقالي سنتين كده. ايه بنقول ايه؟ بس انا تفاح.
عايزه اطول في الكلام لان انا اول ما اخلص التصوير هما هيهجموا على الفسيخه، فانا مش هبطل كلام، مش هبطل الكلام غير لما اقنعكم بجد انكم تكلموا الفريق الطبي وفورا. عيد خلص، مع ان على فكره لو كنتوا سمعتوا كلامي وكلمتوهم في رمضان وفي العيد كنتوا هتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه في رمضان، كنتوا هتروحوا تجيبوا احلى لبس في العيد، وكان زمانكم دلوقتي مرتاحين ومخلصين رجيم. لكن لسه قدامنا شهر، لسه قدامنا شهر على المصايف والحر اللي بجد والتعب اللي بجد، وتقدر تكلم الفريق الطبي دلوقتي حالا تقول له من فضلك انا عايز ابدا حياه جديده. فيها ايه لما نقعد كده مع بعض نقرر دلوقتي ان احنا نحب نفسنا قوي ونبقى انيين قوي؟ لا، ده انا لازم ابقى رفيعه قوي، ولازم ابقى حلوه قوي، ولازم ابقى بلبس احلى لبس، وباكل احلى اكل، وصحتي احلى صحه. ليه الواحد ما يعملش كده؟ ليه الواحد يبقى سايبها كده بهرجله؟ يا عم في حد ده اي كلام، يا عم ده كلام اعلانات، يا عم طب ما تجرب، جرب وشوف الناس الكتيره اللي بتطلع معانا اللي حياتها اتغيرت، اللي هتشوفها بعد شويه. ناس كتير حياتها اتغيرت، ناس كتير كميه الانبساط والسعاده اللي في وشهم غير طبيعيه. ليه بتبخلوا على نفسكم بالانبساط؟ ليه بتبخلوا على نفسكم انكم تبقوا عايشين بجد؟ لان انا لما بقابل الناس اللي مليانه بتقولي انها مش عايشه. عايزه اقول لكم حاجه، مش عارفه اقول لكم عشان كبيره قوي. متخيله بقى انا اقعد تلت ساعه ما اتكلمش كده في حد هيتفرج عليا. شغلانه حلوه قوي ان الواحد يصحى من النوم ياكل قدام الناس وخلاص. دي الشغلانه. عايزه اقول لكم حاجه، فيها ايه لو جربت وكلمت الفريق الطبي دلوقتي اللي نمره موجودة على الشاشة، اللي انا مبرضاش اعلن عن حاجة غيره لانه فعلا طريقة سحرية ان الواحد يبتدي حياته من جديد. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما ناخد قرار من النهاردة انا حياتي هتتغير، انا هبقى احسن وهبقى اجمل وهبقى اخف وهلبس وهروح وهاجي وعايزة اي احسن حاجة في كل حاجة. مين قال ان اللي عايز احسن حاجه في كل حاجه يبقى مش رضا؟ في فرق يا جماعه ان انا يبقى في عيب في صحتي او في شخصيتي او في حياتي او وابقى عايزه اغيره وابقى بالاحسن، وفرق اني اتبطر. اتبطر دي يعني اقعد زعلانه ومكتئبه وايه ده يا رب واشمعنى ده عنده واشمعنى ده عنده، ده التبطر. لكن فكره ان انا عايزه ابقى احلى او ابقى احسن او اصلح حاجه عندي، ده مش عدم رضا خالص، ده طموح. بعد ما اكل اكله حلوه زي دي هنبسط، بس لو عدتها تاني وتالت ورابع مش هنبسط، مش هنبسط، لاني هاجي البس مش هلبس، هاجي اخرج مش هعرف اخرج، هاجي اكلم ناس مش هعرف اكلم ناس، هاجي اشتغل مش هعرف اطلع على الهوا اشتغل. في بتشوفوا على السوشيال ميديا يوميات ام جنى، انا بحبها جدا بس هي ما بتحبنيش، مش مهم يعني. أم جنى كانت مليانة قوي، وبعدين عملت فيديوهات أكل كتير قوي، كانت بتحط مكرونة كتير قدامها ولحمة وبتاع وتقعد تاكلهم، نجحت جدا وعملت ملايين على صفحتها وعملت ربح كويس قوي ما شاء الله ربنا يزيدها. يمكن ده عشان بتبتدي دايما فيديوهاتها بالصلاة على النبي سيدنا محمد. بعدين فجأة سمعت انها عملت تكميم، قلت غريبة قوي، الست دي هتبقى رفيعة ومش تقدر تاكل، ازاي هتكمل فيديوهات؟ حيتها جدا ساعتها انها ما همهاش، كان عندها طموح انها
زي ما اتشهرت وعملت صفحة وعملت كونتنت وعملت محتوى وعملت طبعا فلوس وعملت، عايز تبقى أحلى، عايز تبقى صحتها أحسن، راحت عملت التكميم وخست، ابتدت تكبر في المحتوى، ابتدت تخلي ولادها ياكلوا معاها، جوزها ياكل معاها، ابتدت توري الناس حاجات تانية، ما بقتش تعتمد على انها هي اللي تقعد تاكل. انبسطت قوي 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 من هذا القرار، انبسطت جدا جدا ان هي ولا همها اي حاجة وقررت انها تعمل التكميم، مع ان لو كده مشيت مع الفريق الطبي ما كانتش هتحتاج التكميم ده بجد. وبقول لك اهو يا مجانا، لو مشيتي مع الفريق الطبي مش هتحتاج التكميم، لان الفريق الطبي عمل نتائج احسن من التكميم، 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو. انت عملتي التكميم من سنه، التكميم باظ دلوقتي ورجعتي تتخني تاني، لكن دلوقتي اللي كانوا فريق الطبي معاه من سنه وخسوا 40 كيلو 50 كيلو على نفس وزنهم دلوقتي. ليه؟ ايه الفرق؟ فرق ان لما مجانا راحت عملت التكميم دكتور صغر لها معدتها، وابتدت هي بفيديوهات الاكل تاكل معلقه مكرونه من هنا، حته فراخ من هنا، مش عارف عيش بجبنه من هنا، ابتدت المعده تكبر وابتدت العمليه تبوظ. لكن الفريق الطبي بيعمل ايه؟ الفريق الطبي بيعمل عمليه تكميم هنا في المخ، بيخلي المخ خلاص يدي اشارات للجسم كلها ان انا بشبع عند الحد ده، هي دي الكميه اللي انا هاخدها كل يوم، والجسم بياخد على كده والعقل بياخد على كده. فبعد كده انت ما بتاكلش وما بتبوظش الرجيم. ويمكن لما تكلم الفريق الطبي هيشرح لك اكتر اللي انا بقوله ده، انها مش فكره ان بيصغر معدتك، لا، هو بيعود جسمك على نظام معين هتفضل ماشي عليه طول حياتك، حتى لو حاولت تغيره مش هتعرف تغيره. كلموا الفريق الطبي، لان فعلا 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 فكره ان الواحد يبقى عنده فرصه انه يعيش ويعيش كويس ويعيش بصحه حاجه لطيفه جدا. يعني انا اهو خسيت وباكل، انا اكلت رغيف لوحدي، ده التاني، والمصور عايز تاكل، عايز تاكل، قول قول، سمعنا صوتك، عايز تاكل عادي ولا عادي ولا اي حاجه؟ لا مش كريمه خالص، في الفسيخ مش كريمه خالص. زكي بيقول لك تعمل كريمه، ولا كريمه ولا عرفك خالص. سلام. وابني ابني واقف سدد مناخيره. معلش يا مش حلو؟ ها؟ شفتوا فعلا يعني لو اتفقت الاذواق لبرت السلع. شوف هما واقف سدد مناخيره وانا قاعده بتغزل. بص بقى، بص الحته يقول لك ايه، نقي لي حته روز بامبا، شايف؟ شايف انت الحته البامبا دي؟ شايفها؟ جباره. عارفين بعد ما اكل كده ولا هعمل اي مجهود وانا ماشي مع الفريق الطبي ان انا امنع نفسي ان انا اكل حاجه، يعني ممكن خلاص تبقى دي اخر حاجه في اليوم. قدرت تاكل؟ ما قمتش مثلا رجعت؟ اكلت كل اللي نفسي فيه؟ بس عقلي رافض الفكره خلاص، مش هاكل تاني. والله انا نفسي مره اطلع اعمل لكم فيديو ربع ساعه اكل من غير ما اتكلم، بس هضحك. ما انا شبعت، تعالى نبتدي رجيم مع بعض من النهارده بجد، من كلنا نكلم الفريق الطبي، نمشي معاه شهر نخس 12 كيلو، ننزل اول شهر 6 نجيب هدوم، واي هدوم بقى هتنفع، ولازم تبقى هدوم غاليه، ولازم تبقى هدوم مستورده، ولازم تبقى اي تيشيرت واي بنطلون جينز او اي حاجه هتبقى حلوه عليكي او عليك. لان فعلا والله العظيم الكلمه اللي دايما بركز عليها قوي، القالب غالب، فعلا القالب غالب، وفعلا لبس البوصه تبقى عروسه. فتخيلي ان انت القالب مش غالب وبرده البوصه مش عارفه تلبس،
لو قلنا ان في حد اسمه بوسه، مفيش حد، مع ان مفيش حاجه اسمها بوسه، كل خلقه ربنا جميله وكل الناس شكلها حلو، لكن دي امثالنا يعني. لكن فعلا لما القالب بيبقى حلو وبتلبسي كويس، على فكره نص اكتئابك بيروح، مظهرك يعني. انا دلوقتي ليه الاكتئاب؟ مش قادره ابص في المرايه، يعني احنا حاطين رينج لايت ما قولي مش عارف ايه، العينين العفاريتي اللي انا فيها دي مش عارفه اعيش بيها. لكن كل اللي انا بقوله بطلبه بجد، جربوا، بس جربوا، جربوا انكم تعيشوا، وجربوا على ان مفيش حد يجي يوزكوا يقول لا لا يا عم مصاريف، لا صرفت قد ايه اكل، صرفت قد ايه خروج، صرفت قد ايه لبس متضايق ومزنوق فيه ومش عاجبك، صرفت قد ايه. طب فيها ايه لما شهر واحد نجرب ونبقى ناس تانية خالص خالص؟ هستناكم الاسبوع الجاي تكلموني تقولوا لي انا هطلع توزن، شوف انا خسيت كام. هتقولي ايه لسه عايزه تفضلي تخسي؟ انا بثبت بس لسه عايزه افضل اخس. انا دلوقتي 63 كيلو، عايزه ابقى 58، 5 كيلو. ايش يا كدي اولا؟ حلو. عروسه داخله عليا. شكرا. فستان فرح. ده المفروض انه احتفال بالخسيه ولا ايه؟ اكيد طبعا. وليه؟ انت عارفه بحس اي حد يجي يقعد قدامي بيبقى لابس حلو قوي قوي، اقول من كتر ما كان محروم انه ما بيلبسش. طبعا هو كلامك بالظبط مظبوط. صح، لان انا لما كنت مليانه كان نفسي البس حاجات كتير قوي قوي وما كنتش بعرف، ما كناش بنعرف نلبسها. فلما خسيت انطلقت بقى، عارفه اي حاجه بقى بتبص لها تلاقيها تعجبك خلاص هي حاسه ان هي جايه عليك. انا متهيالي ان لو واحد مليان لا يمكن يلبس ابيض مثلا. اكيد طبعا لازم الاسود اسود اسود على طول يعني، العزل ما بيخلصش. هي العبايه والطرحه ما بتتغيرش. صح. دلوقتي طبعا بتخشي اي حته وانت ماشيه تلاقي الحاجات، بصي تلاقيها هي عليكي يعني. على فكره ده احساس محدش عارف قد ايه ممتع، لا ان انت تختاري الحاجه فتلاقيها مقاسك. دي هو الخسيه بتديكي احساس بالحياه. انا قلت كده والله ما صدقونيش. لا 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 بتديكي احساس جميل 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 جميل. يعني قولي لي بقى انت احساسك قبل كان ايه وبعد كان ايه؟ قبل يعني شفتي الاوضه اللي مثلا الواحده اللي قاعده في اوضه ضلمه، مش عارفه تطلع، مش عارفه تمشي، حاسه ان الناس كلها بتقول ده تخينه، ده مش كويسه، ده انت. بس انا مش عارفه ليه حاسه من وشك ومن كده انك قليله. انت كنت تخينه قد ايه؟ انا كنت 118 ونص. ياه. ايوه. ده ايه بقى، من الخلفه ولا من ايه ولا من اي حاجه؟ هي كده كده، لان انا اساسا من وانا صغيره وانا. وانت مليان؟ لا وانا رفيعه. رفيعه وانا صغيره وانا رفيعه. تخنتي امتى بقى؟ شويه مشاكل كده وبتاع، وانا من عادتي يعني ايه مشاكل بتجيلي باكل. كلنا باكل 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 باكل. وكان حصل عندي مشكله كده وبتاع، وقعدت بتاع يجي 5 سنين ما اطلعش من البيت. ياه. فبتتحركيش خالص. اكل وانام اكل وانام، ما فيش اكتر من كده. زدت بقى، زدت جامد. فطبعا اكتئبتي اكتر. وعملت رجيم عند ناس كتير جدا. ولا اي حاجه، مفيش ولا الهوا. خسيتي ورجعتي تخنتي ولا ما خسيتيش اصلا؟ خسيت خسيت، وصلت ل 75 كيلو. ورجعتي تاني؟ ورجعت تاني، لان مفيش حاجه اسمها تثبيت. ما لقيتش حاجه اسمها تثبيت. اضطريت ان انا ارجع تاني. حلو. اول اسبوع مع الفريق الطبي خسيتي قد ايه؟ انا جيت 15 يوم، اول 15 يوم خسيت فيهم 9 كيلو. ده رقم رهيب. ايوه يعني كنا ده رقم يخد. مع اي حد تاني كنا نقعد بعشرة ايام ونروح كيلو، نص كيلو، 2 كيلو، ما كانوش بي يعني 2، هو في الرينج ده كده. 9. انما مع الدكتورة صفا 9. طب واكيد انت انبسطتي جدا صح؟ اكيد. لا ورقم 9 ده خداني امل ان انا اكمل واكمل واكمل. طب دلوقتي لو في حد بيشوفنا في التلفزيون يقول لك ايه دي ريهام جايبه واحده بتقول اي كلام، يعني ان مثلا احنا قلنا لك بره انت كنت تخينه وخسيتي وجايبين لك صوره وضربينها وقايلين لك تقولي اي كلام. وبعدين انا اول مره اصلا يعني اطلع تلفزيون
واول مره اشوف حضرتك. لا واكيد قرايب انا اشوف حضرتك واكيد قرايبك وناسك عارفين انك كنت مليانه. اكيد طبعا الناس بحالها اساسا الناس قرايبنا ما بيشوفونا دلوقتي ما بيعرفونيش. في ناس طبعا لما بتخس بتبقى مش معروفه ما بيعرفونيش. مش ديت اللي كانت كده او كده. طب خسيتي بعد يعني كله بقى كام؟ كله 30 كيلو. ياه. ايوه. في قد ايه؟ في 4 شهور. هي الارقام دي بجد ولا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ ايوه انا عندي اراده ان انا ابقى كده. 30 كيلو في 4 شهور؟ ايوه انا عندي اراده ان انا ابقى كده. عايزه ابقى رفيعه في عين ولادي في عين جوزي في عين نفسي. يعني انا كده. برافو عليكي طبعا. لكن انا بنبسط قوي 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 ان في حل غير العمليات بيخسس 30 و40 كيلو. ده انت لسه مخلصتيش صح ولا لا انا كده خلصت. خلاص مش عايزه تنزلي عن كده. انا كده بقالي 4 ايام بالظبط. ماشيه في التثبيت. مش عايزه تنزلي عن كده. لا انا شايفه ان انا كده ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. انا كده مظبوطه. انت جوزك بقى قال لك ايه على الخصيه دي؟ مبسوط؟ مبسوط طبعا. والله؟ ايوه طبعا. لابسط شيء خالص ان انا بقيت اقدر اخدم عيالي. انا ما كنتش بقدر. كنت الاول مش قادره؟ لا كان جسمي تقيل. اجي اقعد اجي من شغلي اقعد مش قادره اعمل اكل مش قادره اقوم اراعي اولادي مش قادره. طب وايه الحاجات اللي انت كان نفسك تعمليها قبل ما تخسي وعملتيها دلوقتي كنتش بتعرفي تعمليها وانت مليانه؟ كل حاجة حضرتك تتخيليها. في حاجات كتير كنت محرومة منها. كل حاجة. لبس. منظر. خروج. خروج. فسح. اقبال على الحياة عموما صح؟ بتعيشي بقى. بتعيشي. ايوه بتعيشي. يعني الناس المليانة دي مش عايشة. طيب مش عايشة. اللي بقول اهو. لا 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 لا. مش عايشة. انا بقول على الهوا. مش عايشة. يعني انت ما كنتيش عايشه؟ لا انا ما كنتش عايشه. والفريق الطبي خلاكي عايشه؟ اكيد طبعا. بعد ربنا طبعا. بعد ربنا طبعا. انت عارفه ان ربنا انا بحس ان ربنا بجد لما موضوع التخن ده بيروح ان هو بيرفع البلاء. وبيديكي قدره. وبيديكي قوه. ان انت تقدري تكملي. يعني اما ينزل من جسمك 20 كيلو دهون صافي. انا منزله 20 كيلو صافي. ده كله كان انسان تاني في جسمي. اكيد عبء رهيب. والدكتور صفا ممتازه فوق الخيال. لطيفه يعني لطيفه بقى زي ما بتطلع معانا في التلفزيون كده ولا بيعملوا حاجه قدامي ولا لا 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 حاجه ثانيه؟ لا ممتازه. لا يعني ممكن تكلمك بسخافه مره تقول لك ما عنديش وقت مثلا؟ لا ما فيش الكلام ده. ما فيش. تهزر معانا وبتتكلم معانا ونفسك تاخدي فري يوم؟ لا خليه اتنين. نفسي في شوكولاته؟ لا كل اتنين. عايزه تاكلي ايه؟ انت عارفه انا بحس ان انت يعني انا متهيئه انك انجزتي حكايه 30 كيلو دي عشان ما اتحرمتيش قوي من الاكل برضو. ما زهقتيش؟ لا ما زهقتش وما انحرمتش. بس برضو الكميات اللي كنت بتاكليها طبعا قلت جدا. ودلوقتي ما فيش خالص. يعني انا بعمل تثبيت دلوقتي. قالت لي اعملي التثبيت ده وامشي عليه وقعدي مع اولادك على سفرتك وكلي. كل ما ينحط كليه. بقعد اكل بس ما باكلش الكميه اللي باكلها. وما تخنتيش؟ وما تخنتش. وما زدتش. اصل انا عايزه اقول لك هتقولي طب 4 ايام يعني تلحق تتخن؟ ايوه انا كنت ساعات ابطل رجيم وتاني يوم اتخن. أيوة. اطلع 2 كيلو على الميزان عادي. حصلت معايا كده. وقبل كده برضو جسمي وقف خالص. ما ده وقف. لا راضي يتخن ولا راضي يزيد ولا يرجع. هم اتصرفوا بقى في الموضوع ده؟ هي الدكتوره مديانا تعليمات. بايه؟ بين انت اما جسمك يقف كده كلي جاتوهايه بقى. كلي كل حاجه. تورتايه بتاع اي حاجه مسكره. ما جاتش اول يوم كلي كمان يوم وتاني يوم خدي. ما هي الحاجه اللي بتيجي اللي هي بنقف فيها دي اسمها بلاتو. لما الجسم بياخد على الرجيم اللي انت عامله او الطريقه اللي بتخس بيها بيقف. بس بيحرم بقى. بيبقى ذكي بيخزن الدهون وبيرفض انك تنزل. يقول لك ايه ده مثلا ده بياخد المخزون بتاعي. انا بس ببقى مبسوطه قوي. يعني احنا كده بنتكلم حوار عادي لكن احنا لو ترجمناه وحد من اللي بيتفرج علينا صدق بجد او شاف يعني ايه واحده تخس 30 كيلو ده انجاز رهيب. اكيد. وحياه جديده. انا نفسي مش مصدقه. وبني ادمه جديده.
يعني اكيد انت بني ادمه روحك حاجه تانية. وكل ما حد مثلا من قرايبك او من جيرانك او كده يشوفك انت كنت كده، ده انت ما كنتش كده، ده انت من جواكي بتبقي مبسوطه. يعني ده اعلان تلفزيون؟ لا انا مش طالعه عشان اعمل اعلان، طلعت تديهم حقه. انا طالعه اشكر الدكتوره صفا ان هي خلتني بالمنظر ده، لا حرمتني ولا منعتني ولا اي حاجه. اصل انا بقول لهم ايوه هو اعلان، لكن انا لو في حد بره الكاميرا اقسم بالله وحياه ولادي جه قال لي فريق الطبي ده عمل لي حاجه وحشه او ما خسسنيش او هتوقف عن الاعلان ده. انا الموضوع ده بسطني عشان انا حاسه ان انا بخدم بيه ناس كتير قوي، ان انا بدلهم على ناس فعلا تخسسهم. وانا بشجع عشان الناس كده اللي انتوا اللي بتدوني الثقه دي بكلامكم ده. اكيد طبعا. يعني ببقى مبسوطه قوي قوي لما تجيلي بفستان ابيض زي كده وانا ببقى متخيله ان كنت مليانه ومش قادره تمشي ولابسه عبايه سوداء بحس ان الدنيا انا اختلفت. حياتي كلها كانت عبايه سمراء وطرحه سمراء، عبايه سمراء وطرحه سمراء. تنزلي اي محل تشتري تقول لك روحي فصلي، دي لوحدها صدمه. ايوه طبعا. دلوقتي تخشي اي محل تلبسي اي عبايه على الملكان، انك بتحسي انك بني ادمه مش عاديه لما يعني تقولك تقعدي تروحي تكلمي فصلي. نفسك قدام المرايه تقولي ربنا لسه موجود يا جماعه للانجاز اللي حصل فيا ده. ايوه. ده ربنا الاول وبعد الدكتوره صفا. وبعدين مده قليله قوي ثلاث متهيألي. شهور اي اربع شهور، اربع شهور، ده قليل قوي. اربع شهور. قليل قوي ان انا اتخلص من 30 كيلو. يعني تخيل ان انت يبقى بقالك كتير قوي 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 مليان وبعدين تيجي في شهر اتنين تلاتة تتخلص من الابتلاء ده. 32 سنة، أنا عندي 32 سنة. انت اكيد بتبني اكبر. اللي كان بيشوفني كان بيديني 40 سنة. طب الحمد لله صغرنا الحمد وحلوينا لله. ولبسنا فستان فرح ابيض الحمد لله. وبتثبتي دلوقتي أكيد. وبعد ما بطلت ما تخنتش ودي لا اهم حاجة. ما تخنتش وبثبت، وكل شهر بروح مرة يغير التثبيت لتثبيت أقوى. انا مبسوطه قوي، مبسوطه ان حتى انها بتبقى نهايه الحكايه مش طريقه تخسي بيها وبعدين بعد اسبوعين ثلاثه تلاقي نفسك بترجعي. لا خلاص بتفضلي رفيعه طول حياتك. فده إنجاز انجاز طبعا. الله اكبر ما شاء الله. ومبروك. الله يبارك فيك. بشكرك. قولي بقى حضرتك شكل، يعني مش عارفه، مش حاسه انك كنت مليان. كنت مليان قوي قوي. بجد؟ والله. وانتوا بتجيبوا صور مفبركينها ولا دي صور؟ لا والله صورنا. والله صوري. والله والله صوري. هم اللي بيحشوا والله العظيم ناس صوري. كتير بتدخل تقول لي ده اعلان، لا لا ده لا لا مش عارفه ايه. صوري والله. انا بقالي سنه وثلاث شهور ببقى مبسوطه قوي قوي بنتائج الفريق الطبي. يعني المدام اللي قبل حضرتك قالت لي 36 كيلو، تدخلي حد يقول لي 45 كيلو، انا بنبسط لان دي نتائج ما بتجيش غير عن طريق عمليات جراحيه. فانكم تعملوا ده من غير ما تخشوا اوضه عمليات ده حاجه اعجاز. يعني قولي بقى كنت كام كيلو؟ انا اصلا كنت 95 كيلو. 95. ودلوقتي كام؟ 80. 15 كيلو. طب ده في قد ايه؟ في شهر. لا في شهر والله يا دكتور. 15 كيلو في شهر؟ انت تلاقيك مبسوط قوي. الحمد لله. انا اصلا كان السكر عندي عالي. كان فوق 300. ايه ده كان موت يعني. كنت بموت فيه. انا اصلا كنت ده اللي خلاك اصلا تقبل على اللي اتصلت بالفريق الطبي. وقلت لهم ان انا عندي سكر. قلت لهم عندي سكر وعندي ضغط. عملت لهم تحاليل وكله وريتها لهم. طب اخبار السكر ايه دلوقتي؟ ما فيش سكر نهائي. لا والله خالص خالص. يعني بقى كام؟ ما فيش سكر نهائي خالص. انا كل مره الدكتور عشان اكشف موضوع بطني. بطني تعباني، كان عندي قولون. الدكتور اللي ما عندكش سكر، كله يقول لي انت ما عندكش سكر. خلاص بقى نورمال، يعني بقى طبيعي. طبيعي عادي. كان السكر عندك فوق ال 300. وبعد ما رحت الفريق الطبي نزلت بقى طبيعي. طب على فكره ده انجاز. انت عارف السكر ده انا كنت تعبان منه. السكر ده والله زيه زي السرطان بالظبط. السكر ده بيضيع العينين من اكتر الحاجات. ما ده عينيه وده عينيه وكل بيضعف النظر. وجالي كمان هنا في زوري تعب بسبب السكر. السنان بتقع. ما العظم كل دوسي بيحصل له هشاشه. لا ده الحمد لله ان ربنا عافاك، لانك لو كنت بقى لله. كملت بيبهدل بهدله رهيبه. وبيموت في الاخر. وما او تعبنا اكتر.
بس الحمد لله ربنا نجاك يعني. الحمد لله انا سعيده بيك جدا. 15 كيلو في شهر انت؟ طب كنت متخيل كده؟ اه وانت مش متخيل والله وانت بتكلمهم كنت متخيل؟ لا مش متخيل والله انا انزل كده. اه كان املك كان املك كنت عامل يعني حاجات بسيطه يعني. كان املك كام كيلو في الشهر مثلا؟ يعني 4-3. اه صح 4 غير كده فنزلت 15. اه طب هدومك اختلفت؟ اه هدومي اختلفت جامد في اللبس يعني. انا كنت اصلا كنت بلبس البروفايل ده ما كنتش عارف البسه. تتزنق فيه؟ اه ها. طب واللي بيشوفك الارض بقى والله الارض يا استاذه بصح يعني بيقولوا قالوا عليا انت خسيت وانت عمل وانت بتاكل اكل حلو. ها قرايبك بقى واصحابك؟ لا مش صحابي، اخوات مراتي بيقولوا عليك. اه طب ما تخسوا. طب ما يخسوا خس. اه لا يعني مش عايزين، مش عايزين يدفعوا. اللي يقري يخس. مش عايزين يدفعوا. بس على فكره المصاريف اللي انت بتدفعها للفريق الطبي لا تقارن بمصاريف مثلا عمليه جراحيه. اه لانها دلوقتي مش عارفه فوق ال 120 الف جنيه 130 الف جنيه. فانك تنزل 15 كيلو في شهر وانت ما فتحتش بطنك وما دخلتش اوضه عمليات والسكر راح من عندك، سكر راح من عندك، ده انجاز فظيع. اه خالص. اه كل ما اروح الدكتور بره لا السكر راح خالص نهائي. انا مبسوطه جدا جدا ان الوعي بتاع الناس وصل انهم عارفين دلوقتي ان التخن ده مش شكل. ان انا هروح اخف من السكر ومن الضغط ومن التهاب المفاصل ومن ركبي انا حاسه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 54. طب كويس يعني لسه قدامك وقت طويل قوي بقى ان انت ان شاء الله تخس. متجوز طبعا؟ اه. وعندك اولاد؟ لا انا عندي بنت متكفله. اه طيب ومراتك مليانه؟ مش مليانه قوي يعني. يعني عايزه تخس ولا لا؟ هي كانت عايزه تخس بس تقولي بس تجرب انت الاول. اه ودلوقتي بقى بتحسدك ولا ايه؟ اه الحمد لله. لا مش هي بتحسدنيش والله. اه يعني بس مفيش غير اخوات مراتها بس، كل واحد من مراته يحسدوني انا. بيقولوا لك ايه؟ يقولوا لي انت خسيت، انت تاكل اكل حلو. طب انا باكل اكل حلو فين؟ فانت خايف من الحسد. اه والعب بيخاف. طبعا 15 نزل اصلا بصراحه يعني بتاع. 15 كيلو في شهر دي تتحسد. انا تعبت بسبب المشوار ده والله. اه طب ما انت كده جت الرئتين اصلا تعبوني بسبب التخسيس بسبب بتاع ديت الارض اللي على الواحد. اه طيب يعني ان شاء الله باذن الله هتخس كمان ولا ان شاء الله؟ قد ايه؟ عايز اكتر من كده كمان. قد ايه يعني؟ يعني بتاع لحد نفس الستين كده. انا مش حاسه انك مليان دلوقتي. بس اهو شويه. اه شويه الحمد لله احسن ما كنت الاول مليان على الاخر كنتش عارف امشي. يعني انت بقالك مليان كام سنه؟ من صغري. من صغرك؟ يعني هو فضل من صغره لغايه 54 مليان. اه وتخلص من السمنه في شهر. اه صح؟ 30 يوم بس. يا بلاش. الحمد لله. بشكرك. حضرتك بقى شكلك ما كانش مليان. لا كنت مليانه. والله؟ اه. قد ايه؟ انا كنت 125 كيلو. 125؟ لا مش باين عليكي خالص. لا ما انا بقيت 64 ونص. ازاي؟ ازاي؟ 125. الناس هتقول ان احنا بنضحك عليهم يا جماعه. لا والله مش بضحك عليهم. 125 بقيتي 64. يعني قرب ال 60 كيلو. 64 كيلو ونص بالظبط. خسيتي 64؟ لا انا خسيت. يعني الحدود دي. يعني انت بتقولي 125 و64 يعني 60 كيلو. ما كنتش بعرف اعطي الكرسي زي ده كده. لا 60 كيلو ده كتير قوي. ما انا بقى اراده. اراده. ده على قد ايه وقت؟ ده على ايه 3 اشهر 4 اشهر. بجد؟ والله. يعني 15 كيلو في الشهر؟ عشان انا كنت يعني ابقى كنت باكل. وبعد كده بصيت. كنت مخليه بالك في الاكل؟ طبعا دي اهم حاجه عندي. ايه بقى من واحده 125 كيلو يعني بتحب الاكل وملخبطه الدنيا؟ ده محشي بقى وسمنه وعسل وقشطه وبسبوسه بالقشطه. عايشه اكيد. 125 كيلو ده عايشه. قعدتي قد ايه 125 كيلو؟ يعني قعدتي قد ايه مليانه؟ مثلا حوالي مثلا قولي 5-6 اشهر. لا يعني قصدي انت مليانه من عمرك قد ايه وقت؟ من عمري 35 سنه. انت عندك كام سنه؟ 57 سنه. 57 مش باين عليكي خالص. انا فاكره برافو عليكي. 57 35 سنه ل 57. يعني حوالي 22 سنه.
22 بدخل بقى فيهم كده 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 ما بقيت وبيتراكم بقى الطخ. ما هو ده اللي انا دايما اقوله، ان الناس تقول لك ايه، ما هو انا 80 كيلو ما انا 90 كيلو انا ما تعديتش ال 100، وهو كل سنه انت بتزيد 5 كيلو 10 كيلو كمان و 20 كيلو. يعني من سن 35 لسن 57 فضلتي مليانه. ايه اللي خلاكي بقى 35 ده احلى سن؟ شابه يعني. خلاص، ايه اللي يخليكي تسكتي 35 و40 و45 و50 و57 وتقرري بقى في 57؟ قررت اني كنت خلاص تقلت بقى مش قادره امشي. بيبص عليا ناس بتقول لي بصوا مش عارفه ازاي بتعمل مربع زي الكرسي. مش قادره، مش قادره امشي خالص، ما كنتش قادره امشي خالص، ولما اتحرك على السرير كده بحس ان انا مش قادره اتحرك. تقيله خلاص، وصلتي ان انت مش عارفه. وصلت بقى خلاص ان انا تعبت جدا جدا. مش قادره. ويوم ما كلمت الفريق الطبي كان القرار جه منين؟ القرار جه من كتر الناس اللي بتضايقاني وولادي. بنتي مش قادره تمشي، تحركي تخرجي تعملي. قررت بقى ان انا شفتهم، قررت طبعا لازم انزل. طب ولما شفتي اعلان في التلفزيون ما حسيتيش ليه انه كلام اعلانات؟ قلت اجرب. قلتي تجربي؟ اجرب، الحته جايه قلت اجرب. واول اسبوع بقى لما جربتي خسيتي قد ايه؟ خسيت حوالي 5 6 كيلو. طب ده برافو. اكيد ما صدقتيش نفسك. طبعا كنت فرحانه جدا. وكنت بشكرهم جدا بصراحه. واستمريت. طب انا دلوقتي لو حد بيشوفنا هيقول لك مفيش حد بيخس 60 كيلو، وده اي كلام، وده كلام اعلانات وحاجات كده وبتاع، ودي مذيعه لازم تعمل اعلان فبتطلع تجيب الناس تقول لا ازاي انا اي كلام. طبعا لا طبعا. انت عارفه فكره ان انت تخسي 60 كيلو ده انت عملتي حياه جديده لنفسك. دكتور بصي حضرتك انا هقول لك على حاجه، انا في يوم واحد يومين انا خسيت 2 كيلو بالظبط. والله. طب انت بمشي بطريقه رهيبه. طب انت بجد عشان يبقى كلامنا مش مكرر، مش حاسه ان انت بني ادمه تانية خالص؟ طبعا انا مش بعرف البس، يعني لابسه جينز وجاكيت. طبعا انا البس الاول كنت بعرف البس اصلا كل لبسي عبايه. هجيب لبس من المقاس ده كله منين؟ كنت لابسه عبايه الاول. ودلوقتي جينز وجاكيت و... طب ومش بس اللبس، ايه تاني اتغير في حياتك؟ كل حاجه اتغيرت في حياتي. وصغرتي انت مش باين عليكي خالص 57. لا 57 مش ممكن، يعني مش ممكن اقول ان دي ست داخله على 60 ليوم. يعني يمكن اللبس بال، وبرضه هقول لك حاجه، الروح. يعني الواحد لما بيبقى مبسوط بتبقى انا هقول لحضرتك حاجه، انا معايا حد اصغر مني وادخل مني، يعني هي كانت يعني هي دلوقتي تقولي مثلا جايبه نفس الوزن 115. وبين اكبر منك طبعا. طبعا بيقولي ان دي بنتها. والله هي بتزعل. طب ما فكرتش انها تخس؟ ما هي قاعده تاكل وقاعده، مش عايزه تكرر. لا مش عايزه اكرر، بس عايزه اقول لك حاجه، الميزه في الفريق الطبي ده ان انت بتاكلي كل اللي انت عايزاه برضه. لا دلوقتي باكل كل حاجه. انا ثبتت وباكل كل حاجه. يعني قصدي اقول ان مفيش حرمان جامد قوي. لا 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 باكل كل حاجه، عشان احنا داخلين على رمضان دلوقتي يقول لك هو في حد يجي قبل رمضان يعمل ريجيم؟ ما انت هتاكل كل حاجه، بس هتاكل بكميات ومش هيبقى نفسك. هي أصلاً تاكل البطن بتقفل بالظبط، هتقفله البطن. بحاول اقنع الناس والله ان الصيام المتقطع ده من احسن الريجيمات. يعني اللي ربنا كتبه لنا ده كتب لنا حاجه فعلا فعلا تخلينا نخس. لو احنا قبل رمضان باسبوعين بس معدتنا قفلت، هنخش رمضان هنخس خسيه فظيعه. طبعا. طب وبتاكلي حلويات؟ باكل حلويات. وبتاكلي حلويات الصبح؟ واكله كنافه بالقشطه. كنافه بالقشطه؟ يا بختك. باكل، ما فيش، ما هو انا خلاص وقفت على كده. انا وقفت على كده خلاص، زي اللي عملتك مين بالظبط. ما وقفت على كده خلاص. طيب يعني برايا انا، تنصحي فعلا الناس ان هم يكلموا الفريق الطبي؟ يعني بنصحهم بصراحه. يستحقوا يعني؟ لا يستحقوا. حد فيهم قصر معاكي؟ لا لا، كانوا بيتابعوني كل اسبوع، في حاجه فيكي تعبانه، عندك امساك، شعرك في حاجه، ضوافرك فيها حاجه، اقول لهم لا الحمد لله. يعني حتى بيتاكدوا ان صحتك والفيتامينز وكده ما قلتش؟ عندك صداع من حاجه من امساك كده؟ لا بقول لهم لا بصراحه. كانوا متابعيني باستمرار. طيب انا مبسوطه ان انت عملتي نفسك حياه جديده، وبحييكي ان في السن ده. انا بقولكش ان كبيره، انا على فكره داخله على 50 برضو، بس قصدي اقول ان ما قلتيش مثلا ما خلاص بقى السنين ضاعت وبتاع انا اقعد اكل بقيه حياتي واروح مش هعيش غير مره واحده والحاجات دي. اربع يعني ولا اعمل ايه؟ مش هتعرفي تتحركي صح؟ لا خلاص مش هقدر.
كان عندك الوعي الكفايه انك تلحقي قبل ما تبقي فعلا مش عارفه تتحركي. هو فعلا ما كنتش اقدر اتحرك بعد كده تاني، لو تخنت اكتر من كده تاني مش هعرف اتحرك خلاص بقى. خلاص بس الحمد لله اتصلت والحمد لله بالله. مبروك الله يبارك فيك. امال طريقك في صحه ربنا كويسين جدا.